أول مرة شفتك فيها ببيروت بعرف إنه ما في داعي أذكرك بتفاصيل هاللقاء لأنك تتذكري كتير منيح مثلي، بس يوم ما طلعت فيك إيه؟ قلت شو هالبنت؟ حسيت قلبي رح يطلع من محله، قلت في إحساس ما بعرف شو هو، متري كيف متري شو، بس كل اللي بعرفه إنه حسيت عيوني علقوا فيكي، عرفت إنه حبيتك. نور صدقيني لما بقلك إني حبيتك من أول نظرة بأول تطلعة، حبيتك من أول ما شفتك، ما بكون عم كذب عليكي، لازم تصدقيني. مثل ما حبيت من أول نظرة حدا تاني وصرت تكرهني؟ لا أكيد لا، أنت ما بتعرف شو في بقلبي، أنت ما بتعرف شو بحس تجاهك. هشام أنا سمعت كل كلمة قلتها لأهلك عني، وسمعت عن الانفصال عن الطلاق، بتمنى أنك تبلش بالوراق من هلأ لأنه أنا خلص ما بقى فيني اتحمل الحياة البشعة والمتعبة، ما بقى فيني بقى اتحمل الكذب والمنافقة وخصوصا الظلم. بليز كرمال وكرمالك انا انسانة مظلومة ومجروحة، كل يوم عم بيقطع علي هون عم بيكون اصعب من اللي قبله. تصبح على خير. كنا أخدم أول ما جينا لهون. مش قصة أخدم، كنا واثقين من بعضنا أكتر، هلأ صرنا مدري كيف نتخانق على أقل شغلة. طبعا أعصابنا تعبت ونحن تعبنا كمان بعد ما وصلنا للحقيقة، كنا مفتكرين انه اول ما نوصل لهون رح تكون الحقيقه ناطرتنا وتفضح حالها قدامنا بسهوله. انتبهت انه الناس اللي بيخططوا لقصص كبيره مثل هاي بيعرفوا كيف يحموا ويخبوا حالهم ويقنعوا الناس الطيبين انه هن اوادم وملائكه نازله من السماء. فظيع امير، فظيع. يعني ما في فرصة إلا بدك تلطشني فيها؟ إذا عم توصفني بالإنسانة الطيبة ما في مشكل، أنا بقبل، هيدي أحلى صفة بيحملها الإنسان. هلأ أنت عم بتلطشيني، يعني أنا نمرود وقاسي ومش طيب هيك شي؟ أعطيني تليفونك المصري. ليه شو بدك فيه؟ خلي معي. مش رح تعوزيه بلبنان؟ لا رح عوزه هون بالمطار، بدي احكي مع شادي. غلطة كبيرة اني قبلت انك تيجي معي لهون، انت مش خارج هيك قصص ابدا، مش لازم تكوني هون. خايف تكون ظلمتك وجبتك معي وغرضتك بهيك قصة، خايف تنأذي وتخسري شيء بسبب
تعطيكي مع هالعيلة ومع هالنوع من الناس. حش خايف خيي، وتأكد أنه في فرق كبير بين الإنسان الضعيف والإنسان الطيب. أنا إنساني طيبة إيه، بس لأني ضعيفة ولأني مهبولة. أنا خايفة عليك أنت، خايفة أنك تأذي حالك. مش عطول القوة هي اللي بتحمي، مرات القوة الزايدة بتأذي والطيبة هي اللي بتحمي. شو بحط لك نتفة زيتون؟ صباح الخير. صباح الخير. ليه واعي بكير؟ ليه أنا نمت أصلاً حتى أوعى؟ الحقيقة هاليومين كلنا متوترين، لأنه هاليومين ما بيطمنوا أبداً. نور طلبت مني الطلاق. شو؟ نعم؟ نور عم بتزيدها كتير. ليه عم بتلومها؟ نور ما طلبت الطلاق، نور عم تطلب من جوزها ينفذ اللي سمعته منه، ما هيك هشام؟ يعني شو عم تحكوا؟ اسمعوني وافهموني، أنا قلت مبارح كلام كتير كبير وسمعته كله نور، وبعرف إنه صعب كتير تنساه، بس صدقوني أنا بحبها لنور وما بدي طلقها، بحبها كتير، بس المشكلة إنه هي ما بتحبني. اسمعني برواق، كتير حلو إنك تحب، بس الأهم إنك تعرف كيف تحب، والأهم أكتر إنه ما تنسوا يحيى الصغير، ما تفكروا إلا بيحيى الصغير. بعدين بدي أقول لك شغلي ما في تراجع عنها، فكرة الطلاق بتنسوها طالما أنا عايش، هالعيلة ما بتتفكك. هشام حبيبي، فكرك أنا وبيك قادرين نعيش يوم واحد ويكون ابنك بعيد عنا؟ أنا إذا ببعده حفيدي عني بموت. يبعد يروح لوين أمي؟ هيدا ابني أنا، ما في قوة بالدنيا بتاخده مني حتى لو كانت أمه. يا ابني يا حبيبي، ابنك معلق بأمه كتير ولا ممكن يقبل يكمل حياته بدونه. سألني إلي، ما زال ما بيقبل يأكل غير ما تكون هي حده، وهالشي كله أكيد هي مستقصدته، هي مخلية الولد هيك لحتى تضغط علينا إذا أنت طلقتها تحفظ حقها. أنا هالمرة مضيعتني، أوقات بحسها بريئة وحنونة ومحبة، أوقات بحسها مأزية وخبيسة، ما بعرف لوين رايحين وشو رح يصير فينا. ممكن حاجة تكبريها، نحن لازم نسهلها مش نكبرها. وانت اسمعني، لازم تحكي مع مرتك وتفهمها انه الكلام اللي صدر منك عن الانفصال وما يشبه الانفصال صدر عن عصبية، يعني لازم الامور ترجع لمجاريها بسرعة. مفهوم؟ ايه ايه اكيد مفهوم. انت بتعرف انا بحبك اكتر شي بهالدنيا كلها، ما هيك؟ ايه. وانت مين بتحب اكتر شي؟ انت. يعني نحنا ما فينا نبعد عن بعض ابدا، ما هيك؟ ايه ماما. يعني اذا انا تركت هيدا البيت تجي معي؟ ليه لما بدنا نروح؟ مش مهم لوين، مهم نكون سوا ما نبعد عن بعض ابدا، لان انا ما فينا اعيش بليك ابدا. حبيبة قلبي انت، بيت فاضي بليلي، حياتي فاضي بليلي. اشتقت لكم كثير. لك لو بتشوفي نحن يا طق برينس، استقنالك
طمنينا عن خيك كيفه. خيي؟ خيي منيح، انه صحيا وشغله وحياته هنيك منيح. وبشو مش منيح يعني؟ بعقليته، بعقليته وتصرفاته واخلاقه. امير صاير حائد وعصبي وعم ينتقم من الدنيا كلها. بسيطه حبيبتي، طبيعي خيك يكون هيك، حقه يخاف عبي وتحت لي لي. ايه بس مش طبيعي يظلم الناس قبل ما يتاكد من اي شيء. اللي بده يرفض انه هو ينظلم ما بده يظلم الناس. خيك ما عم يظلم حدا ساره. انت شو عرفك اذا عم يظلم ولا لا ماما؟ منك قاعده هون وما عم تعرفي شو عم بيصير هونيك. طيب فهمينا يعني شو عم بيصير هونيك. باختصار امير دغري حظي بالزلمه اللي اشترى كل شيء من البابا. تعرفنا عليه وتعرفنا على عائلته وفتنا على بيته وصرنا اصحاب معه ومع اولاده. الجماعه كثير منيح، ما في منهم ما في شيء بيقول انهم مذنبين الا انهم اشتروا كل شيء البابا حطه بالمزاد العلني. امير خلص مقتنع انه هن اللي عاملين شي عاطل مع البابا ويمكن يكونوا قاتلينه من دون ما يكون عنده اي اثبات بايده، وبلش ينتقم منهم. امير بيعرف يتصرف مع هيك نوع من العالم اكثر منك، وخصوصي انه مش مغروم بحدا منهم، مش مغروم بحدا من العائله. هيك لك يعني. عم يتلفني خبرك كل شيء، واكيد من وجهه نظره هو، مش مهم. انا برجع باكد لكم انه هالجماعه ما شفنا عليهم شيء، وانا ما بقبل اتصرف بولا اي طريقه بتخليني اندم او اخجل من حالي بعدين. اذا طلعوا بريئين على القليله انا ضميري بيكون مرتاح. ايه صح، واذا طلعوا مذنبين واذين بيك شو بتكون عملتي؟ ظهرتي وحبيتي ابنهم وخدتي بيك؟ شو هالحكي يا عايده؟ معقولة بنتك تحب ابن الجماعة اللي اذيوا بيا؟ أنا فاتت أتحمم بعدين بنكفي حديثنا. أنا انغرمت بابنه للجماعة، يكفي مصايب أو بعد فيه. شو نور ظاهرة؟ ايه بدي روح على الجيم وروح عند الكوافير اعمل شعري وجيب شوية تياب. ليه؟ في شي؟ لا لا حبيبتي ابدا، بس هيك لانك ظاهرة بكير وما لك بالعادة تظهري هالقد بكير. ايه وعيت لهم بكير. يلا باي، مع السلامة. لك انا لمين اشتقت؟ لمين لمين؟ حبيبي انا اللي اشتقت لك يا ماما. بقيت فاضي بلاك حياتي، تقعدي معي شوي بدي احكيك قبل ما تجي ستك. ستي؟ اي خير شو بها؟ ستك مغيره، صار عم تتصرف بطريقه هيك شوي عدائيه. تيتا؟ معقول؟ طلعت على الجبل من كم يوم على اساس هي رح تزور خيي مثل العاده، ولما اتصلت فيها رامونا لتقلها انه انا متضايقه نزلت بسرعه. بالصدفه بيتصل خيي يسال عنها، بكتشف انه هي ما شافته لخيي، يعني هي ما عم تطلع لفوق لعنده، عم تروح بتزور حدا تاني. الشخص اللي عم تطلع لعنده غريب وضعه، لانه الاتصالات اللي عم تعملها وطريقة حكيها على التليفون بتدل على انه هي مخبية عنا شيء غريب. تشبي موخل الراس مش هيك؟ انه ايه؟ مين معقول يكون هذا الشخص اللي عم تطلع لعنده وبده خدمة كمان؟ هذا شيء انت لازم تعرفي.
تفضل يا باشمهندس. أنا مش فاهم يا باشمهندس، أكبر المهندسين من عند الأستاذ يحيى قالوا إن المعدات دي مستحيل تتصلح، حضرتك هتصلحها إزاي؟ حضرتك لو عرفت تصلحها صاحب الشركة لازم يطردهم. لا القصة مش هيك، القصة إنه معهم حق باللي قالوه، لو أنا مطرحه كنت قلت زيت الشيء. هن قصدوا إنه هذه المعدات ما تستاهل تنشرها وما بيتكل عليها. بالآخر هن موظفين ما راح يضيعوا وقتهم ويكسروا راسهم مشان يصلحوا معدات محكوم عليها بالاعدام. وحضرتك هتتعب نفسك ليه بس؟ انا بحب التحدي. بعدين بدي اعمل المستحيل تصلح المعدات واخذ ثقه استاذ يحيى. هن موصفين حاصلين عليها بس انا لازم برهن حالي. بعدين انا بحب المهمات المستحيله. وما بخفي عليك عندي مقدرة كبيرة بهيدا المجال. واضح يا باشمهندس، بسم الله ما شاء الله عليك. مش هتحتاج دي يا باشمهندس؟ لا ابدا، كل حاجة تمام. هاي هاي، شو عم تعملي هون؟ كنت مرقة من هون، أنا قلت بسلم عليك وجبت ترويقة نتروق أنا وياك. يلا شوقي، انت كمل شغل وحضر لي المكان الثاني تنبلش فيها بعدين. حاضر يا باشمهندس. هلو، وين؟ شو؟ كيفك يا فنان يا عبقري يا عظيم؟ الفنان العبقري العظيم بجنن وباحلى حالاته بس ما تقدري له غرارته. شو لابسين مثل بعضنا اليوم؟ شو هالتفاؤل وهالسعادة؟ شايفك كثير مبسوطة. والله أنا اليوم كثير متفائلة وسعيدة. خير؟ تعرف كل الليل هيك عم فكر، عم بقول إنه أمير ما خصه بمشاكلنا، ليش على طول نحن بنتهمه؟ يعني هو شو ذنبه الزلمة؟ هيدا كلام حلو وناضج من اختي المهضومه، وكرمال هيك رح اعتذر منه. لا لا لا، مش لهالدرجه، مشينا اصلا. الله يساعده هيدا الزلمه، مش عارف شو عم بدير براسك، رح تجنني. خلص ما تقولي له شيء عن الماضي، بس بلشي معه عن جديد وشيلي الافكار البشعه من راسك. هيك بلشي علاقه جديده حلوه ومتينه، واذا انتوا لبعض ما رح تتركوا بعض ابدا. يا ريت، انا بحبه كثير كثير، وانا متاكد انه هو بحبك اكثر اكثر اكثر. حكيت مع هشام هلا قبل شوي وقال لي انه امير لحوم عم بيصلح المعدات، فقلت بركي بعمل له سيربريز هيك بمرق لعنده. برافو، كثير حلوه رح تكون هالسيربريز. يلا خليني اشتغل لحالي. يلا شو قصتك؟ طيب بتضلك بتضايق مني؟ ما انا اختك الوحيده. طيب اختي الوحيده وخيي الوحيد وامي الوحيده ومرت خيي الوحيد، بس انا بدي اشتغل يا ناس. اوكي يا خيي مش وحيد. باي باي، انتبهي على حالك. الله يساعدني على اختي، مجنونه. كمان في خبريه ثانيه، او بالاحرى خبريتين، خبريه حلوه وخبريه ثانيه ما كثير رح تبسطيك. ولكلهم يومين سفرتهم كل هيدا صار خير؟ شو في هلا؟ اول خبريه الحلوه هي عن الفيلا تبعنا، عن عصام صاحب بيك. والخبرية الثانية هي عن ربيع المضروب على قلبه لكن خطيبك. شو بو هيدا كمان ماما؟
رح بلش لك بخبرية الفيلا. أحلى. لو كنا بلبنان كنت عملت لك ترويقة ما بتفهم. أنا مشهور بالترويقة، بتهمني كتير صراحة. أنا بتهمني الرفقة مش الترويقة. أنت المهم تغيري سيرة لبنان. هل قد صرت تكرهي؟ لا، ما بكره لبنان، بكره أهلي، بكره عائلتي وكل الناس اللي تعرفت عليها قبل ما أجي لهون. بس هيدا شي كتير خطير، مش طايقة الناس اللي هون ولا طايقة الناس اللي هونيك. لا مش مزبوط، عائلة عمو يحيى بتجنن، عن جد ما بكرههم، بحبهم وهن بحبوني. المشكلة أنا وهشام ما عم نتفق، هيدا غير موضوع. ما عم بفهم عليكي، كيف ناس بجننوا وانت عايشة بالجحيم؟ في شي غلط أكيد. قولك أنا غلط؟ لا، هن الغلط مش انت الغلط. هن اللي عاملين حالهم ملاكة، هن اللي بوجهن وما بيفرجوا وجههم الحقيقي. نعم بابا خير. عود عود بابا. شو بيك بابا؟ ليه عم طلع في هيك؟ الحقيقة بدي أعرف علاقتك بعفاف بالضبط شو هي؟ يعني كيف بتوصفها؟ غريب، أول مرة بتجيب سيرة عفاف وبتكون رايق ومش عم تصرخ علي. لأني حابب أفهم وأوصل لنتيجة إيجابية معك. أنت بالنتيجة ابني. عفاف، عفاف بتعطيني كل شيء ملموس وحقيقي وواقعي كل رجال بيتمناه بالعلاقة مع المرة اللي بيحبها. طيب ونور؟ نور هي الحب والمشاعر والأحاسيس والخيال والوهم. نور هي كل شيء مش ملموس بابا. نور ضلت حلم بحياتي، حبنا صار ذكريات وتمنيات. ليه؟ لأنه نور طول عمرها إنسانة باطنية وما بتحكي عن اللي جواتها، ما بتعبر أبداً أبداً. أول ما تجوزنا كنت بفكر إنها خجولة وبعدين رح تتعود. كنت مبسوط بسكوتها، برواقة ووحدتها. كنت حاسس إنه غربتها شي كتير حلو. بعدين اكتشفت إني أنا كمان عم صير لوحدي. إنسان عايش لوحده ما حدا بيسمع ولا حدا بيهمه إنه يكون عم يعرف شو بوه. جربت أهرب منها، جربت خليها تسمعني، ما قدرت. دورت حدا يشاركني بهالهموم كلها، طلعت لي عفاف. بابا عفاف إنسانة طيبة كتير، خلتني أتضحك، خلتني أحس إني رجال، بتسمعني، بتحس معي، بتشاركني كل همومي. اللي عم بفهمه هلأ إنه بعدك بتحب نور. بحبها؟ إيه بابا بحبها، بس ما عم بحس إني وحيد كتير، مهمل. يعني بلشت أكره حالي، بلشت أكره حالي لأني ما خليت مرتي تقدر تحبني. هالوضع هيدا هشام لازم يتعالج، ولازم الأمور ترجع مثل ما كانت يا بيي. لا بابا،
اسمح لي فيها. الأمور مثل ما كانت هي اللي وصلتنا لهون. الأمور لازم تتغير ولازم أنا أعيش مع مرة بتحبني، بتضحك لي، بتضحكني، بتقسمني حياتي الحلوة، بتقسمني كل شيء بملكه حتى أمي. بابا أنا صرت حس أني أنا بفريق ونور وابني بفريق تاني. مشكلتي أني ما قادر أترك نور لأني بحبها، ومش قادر أستغني عن عفاف لأن هي الهوى اللي بتنشقه، هي أملي بالحياة. شفت وين وصلت بابا؟ طيب إذا رجعنا أنا وياك على لبنان ورحنا على كل المطارح اللي ربيتي فيها وشفنا كل الناس اللي ربيتي معهم وحبيتيهم، شو رأيك بهالشي؟ ما بعرف، ما بعرف. ما بتعرفي؟ معي أنا وكمان ما بتعرفي؟ صراحة أمير أنا كتير انأذيت، صعبة إني أنسى. طيب بلع الوجه الحزين، نغير الحديث، أوكي؟ يا ريت. ما قلت لك بدي اشتغل؟ الو شادي؟ شادي انا جيت لهون عند المعدات مطرح بيشتغل امير وشفت سياره نور. شو؟ انت متاكده انه هي سيارتها؟ ايه هي سيارتها. شادي بعرفها من النمره. شو بك؟ شو بعمل؟ حدا شايفك؟ انت شفتي حدا منهم؟ لا ما حدا شافني، بعدني واصله. طيب فوتي لجوا واجهيهم. شو؟ اسمعيني زينب، بتفوتي لجوا وبتواجهيهم، اوعى تضعفي وما تخافي، واهم شيء اوعى تبكي زينب. اوكي رح فوت واجهيهم. ماشي يلا ناطر الاخبار. زينب ما تسكري الخط، خليني معك. اوكي طيب يا شو صار امبارح بالبيت؟ صار شي جديد؟ صراحة امبارح كنت نايمة حد ابني بالتخت وفات علينا هشام. ايه ما بعرف ليه بس حسيت من الطريقة اللي عم بيطلع فيها علي وعم بيحكيني كأنه بيحبني عن جد. استاذ امير وين؟ قصدي حركة الباشمهندس امير؟ وانت بتسالي عن باشمهندس امير؟ شو في؟ ليه متلبك؟ ايه استاذ امير وين؟ لا ابدا انا مش قلقان، بس اصل هو في ناس جم عدوا عليه من شويه، انا هشوفه لك يعني. لا ما عليه انا بحكي. لا لحظه، اصل هو جوه معاه اجتماع مع ناس يعني، انا هندهولك. لا ما عليه انا بحكي. ما بعرف شو صار. أنا؟ شو هالمفاجأة الحلوة؟ شو عم تعملي هون نور؟ ما قلتي لي شو عم تعملي هون يا ست نور؟
شوقي لو سمحت كمل شغلك. حاضر يا باشمهندس. زينة شو بكي؟ ليه عم تحكي هيك مع نور؟ أمير بدي جواب هلا. شو عم تعمل هون؟ جاوبي يا نور. بليز خبريها. نور أنا ما برضى يتفسر شيء غلط. عملي معروف خبريها. نور أنا محترم حالي تماماً مثل ما أنت محترم حالك. وهالشي رح يجبرني أفضح القصة. أنا ما برضى أطلع بنظر هالعائلة خاين وغدار. احكي أمير. بليز احكي وفهموني شو عم بيصير. نور خبرتني قصتها مع عائلتها بلبنان. خلص أمير. لا مش خلص نور. إذا أنت مش فرقانة معك شو رح يفكروا عنك، أنا بتفرق معي وبتفرق معي كثير. كثير بهمني نظرة الناس لإلي. أستاذ يحيى، هشام، شادي، خصوصي زينة. مشان هيك سوري مجبور أحكي. قول أمير. احكي وخبروني شو فيه. نور عندها عمتها بلبنان ما بتقشع عمياء، فبتبعت لها مصاري مشان تقدر تعيش. بتبعتهم بالمخفي عن الكل. نور بتصمد مصاري من مصروفها اللي بتاخده من جوزها بتبعتهم لعمتها على لبنان. وبما انه ما بتحكي مع حدا من عائلتها وما بتوثق فيهم ما فيها تعمل تحويل سريع، لانه عمتها بحالتها ما فيها تستلمهم. فبتنطر ليكون حدا رايح على لبنان تتبعت المصاري معه كاش. سالتني لالي قلت لها ستي هونيك فيها توصلها المصاري اللي عمتها. وهيك صار. وهلا نور اجت لهون لترد لي هون. سوري نور. جبرت. كنت مضطر احكي كل شيء بيناتنا من الاول. لأنه بلشت تحس إنه الكل عم بيفكروا فينا بطريقة عاطلة وكتير بشعة، وأنا ما بسمح بهالشي. وليش خافية وجود عمتك عنا؟ حتى هشام ما بيعرف بوجودها؟ خلص أنا بدي أمشي، ما بقى بدي أحكي بهالموضوع. ما حدا بيعرف بوجودها، حتى أنا ما كنت أعرف بوجودها لو ما كانت مضطرة تبعت لها مصاري. خلص بترجيكن خلص ما بقى بدي احكي بهالموضوع. بليز زينة ما تخبري شي لحدا. هول مصريات من مصروفي الخاص، اصلا مش حرزانين يعني، بس عم ببعت لها اياهم لانه ما عندها حدا غيري، عايشه لحالها. انا لازم امشي. سوري أمير بس أنا انصدمت بس شفتها. كنت عم تتجسس علينا زينة؟ فكرت إنه في علاقة بيني وبينها ما هيك؟ Thank you.
أمير صدقني مش هيك بس بس شو؟ بس شو زينة؟ قولي لي عم تتهميني إني على علاقة مع مرت خيك؟ كيف بتفكري هيك؟ كيف؟ وكل لحظة أنا بقول لك قد إيه بحبك. كيف بتفكري فيي هيك؟ وأنا بشتغل مع بيك وخيك وبقبض منه المصاري. هالقد أنا بنظرك واطي ومنحط، ما هيك؟ لا أمير مش هيك، بس أنا زينة بليز خلص، فلي. أنا ما بقى أحمل مشاكل. بين هون ولبنان وكل المطارح. خلص أنا تعبت. رح كفي شغلي بالمعدات بس لأني وعدته لبيك. صلح اللي رح صلحه وبعدين خلص رح أرجع على لبنان. ما رح تسمعوا عني شي بقى. عمري طريق ونهايته